التربية تعويض طبيعة عمل شهري بنسبة 40% من الأجر الشهري النافذ بتاريخ 30 من شهر حزيران لعام 2013، والمكلفين بعمل إداري بنسبة 10%. كما أصدر الرئيس الأسد المرسوم التشريعي رقم 28 لعام 2020 القاضي بمنح العاملين بوظائف تعليمية في محافظات حلب والرقة ودير الزور والحسكة ما عدا مراكز المحافظات تعويض الأماكن النائية بنسبة 25% من الأجر الشهري المقطوع بتاريخ أداء العمل. مؤتمر لوزارة الثقافة بالتعاون مع مكتبة الأسد الوطنية ودار الخبرة صناع الجودة العرب حول الأرشفة الإلكترونية في المؤسسات الحكومية والخاصة وحتمية التحول الرقمي للوثائق واعتماد معايير MSSISO. بطول البركات والتقرير التالي. بهدف تكثيف الجهود وترسيخ مبادئ الجودة وتطبيقها في إدارة الوثائق والأرشفة الإلكترونية في المؤسسات الخاصة والحكومية، أقامت وزارة الثقافة مؤتمر الأرشفة الإلكترونية في المؤسسات الحكومية والخاصة وحتمية التحول الرقمي للوثائق واعتماد معايير MSSISO. مؤتمر الأرشفة الإلكترونية على مدى يومين الأربعاء والخميس، يتم خلال المؤتمر طبعا تقديم ورقات عمل بما يغني هذا الموضوع الهام ويؤكد ويسلط الضوء على حتمية التحول الرقمي، لا سيما في هذا الوقت بالذات الذي تتجه جميع المؤسسات فيه إلى التوثيق وما يتضمنه هذا، ليس فقط من سهولة أداء المؤسسات وإنما من رفع جودة الأداء ومعايير الأداء. لا شك أننا نهدر الوقت الكثير، نهدر جهود كبيرة، نهدر أموال كبيرة في عمليات الحفظ التقليدية. الآن المؤسسات تتجه إلى أن تكون مؤسسات رشيقة قادرة على تلبيه الحاجات المتغيرة والمتسارعة للجمهور. هذا يحتم علينا أن ننطلق انطلاقة واعية نحو المستقبل من خلال التحول الرقمي. الغاية طبعا زيادة الكفاءة في إدارة وأرشفة الملفات، لأنه طبعا الأرشفة اليدوية أو الأساليب التقليدية هي مكلفة، فيها جهد إضافي، فيها ساعات عمل إضافية. اعتماد المواصفات والمعايير الدولية سيؤدي إلى زيادة الأمان، سيؤدي إلى الكفاءة، تقليل التكاليف، وبالتالي سيؤدي أيضا إلى تقديم خدمات أفضل، خاصة إذا كانت هذه المؤسسات مؤسسات لها علاقة أو تواصل مباشر مع الجمهور. هذا المؤتمر بحاجة ملحة كان بمواضيع إعادة تهيئة الأرشفة وفهرسة المعلومات وأتمتتها، أتمتت الوثائق بشكل يساعد في عملية تسهيل حصول على المعلومات، وبالتالي له دور إن شاء الله حيكون في عملية له دور في عملية إعادة إعمار سوريا. أرشفة الوثائق بين المؤسسات وسيلة عمل مهمة تختصر الوقت والجهد لمواكبة العصر وتحقيق المصلحة العامة. تفاصيل أوفا تتابعونها في نشرة 5:30. بأمان الله.